اتفاقية إنهاء تجنيد الأطفال بين اليونيسف والحكومة الشرعية، هل تنهي أحد فصول معاناة الأطفال في اليمن؟ لماذا لا يقوم المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه هذه الكارثة؟ وإلى متى ستستمر جريمة تجنيد الأطفال واستخدامهم وقوداً للحرب؟ أهلا بكم. تعد اليمن من أخطر الأماكن بالنسبة للأطفال في العالم. الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي منذ 4 سنوات قتلت وأصابت آلاف الأطفال وشردت وحرمت من التعليم مئات الآلاف أيضا، غير أن الفصل الأسود في المأساة هو جريمة تجنيد الأطفال. اليوم وقع وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر مع رئيسة منظمة اليونيسف في اليمن اتفاقية إنهاء تجنيد الأطفال في اليمن. في الوقت الذي تستأثر فيه ميليشيا الحوثي بالنصيب الأكبر من هذه الجريمة بحسب إحصائيات الأمم المتحدة، أصبحت المدارس والمساجد والمراكز الصيفية حواضن مناسبة تستفيد منها ميليشيا الحوثي في تجنيد الأطفال كوقود لاستمرار حرب ليس لهم فيها ناقة ولا جمل. انتهاكات الطفولة في اليمن، الملف الذي يكبر كل يوم لا سيما خلال الحرب المشتعلة منذ 4 سنوات. تجنيد الأطفال الجريمة الأبرز ضد الأطفال في اليمن. تقول التقارير الدولية إن 67% من الأطفال المجندين في الحروب بالعالم موجودون ضمن صفوف ميليشيا الحوثي في اليمن. ووفقاً لتقارير أممية، فقد تصدرت ميليشيا الحوثي قائمة الجهات المنتهكة لتجنيد الأطفال بإحصائيات تربو عن 6000 طفل تم تجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال. وقعنا اليوم تحديث اتفاقية إنهاء تجنيد الأطفال، وهي الاتفاقية التي وقعت في صنعاء في العام 2014. والتي توقف العمل بها منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية. اليوم وفي العاصمة المؤقتة عدن، وقعت وزارة حقوق الإنسان مع منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة اتفاقية لإنهاء تجنيد الأطفال في اليمن. تندمت لو أنا جلست عندي ما علي من حد نمفتهن. قصص مأساوية، ملف تجنيد الأطفال في اليمن. أطفال يتم التغرير بهم في المدارس من قبل الحوثيين وإلحاقهم بدورات عسكرية وطائفية، يتعرض فيها الأطفال لعمليات غسيل دماغ قبل أن يتم إرسالهم للقتال في الجبهات، فيما تترك الأمهات فريسة القهر والأسى. العشرات منهم وقعوا في أسر القوات الحكومية في أكثر من جبهة، ما دفع الحكومة إلى إنشاء وحدة خاصة في مأرب لرعاية وإعادة تأهيل الأطفال الذين تم أسرهم في صفوف الميليشيا. نشاط ضعيف للمنظمات الأممية والحقوقية في ملف حماية الأطفال، خصوصا في مناطق سيطرة الحوثيين رغم استمرار عمل مكاتبهم في صنعاء. ولا تتجاوز هذه الأنشطة تقديم الأرقام والإحصائيات في التقارير الدورية. في ظل غياب آليات ضغط تسعى إلى تجنيب الأطفال أتون الحرب في اليمن. إذن مشاهدينا الكرام، سيكون معي في هذه الحلقة الأستاذ أحمد القرشي عبر الأقمار الاصطناعية من عدن، وسينضم معه آخرون أيضا. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بك. إذن في البداية يعني دعنا نتحدث عن هذه المشكلة، وهي تجنيد المئات إن لم يكن الآلاف من الأطفال في معسكرات القتل والزج بهم في معارك لا علاقة لهم بها. كونك مدير أو رئيس منظمة مهتمة بالأطفال، كيف تنظر لهذا الأمر؟ بالنسبة لموضوع تجنيد وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، هو من الجرائم الماسة بحقوق الطفل، وهي من الجرائم الجسيمة الماسة بحقوق الطفل. وللأسف الشديد يعني ممارستها في اليمن يعني منذ عقود مضت، ولكنها تزايدت بشكل كبير جدا وبشكل مقلق خلال السنوات الأخيرة. وهذا يعني تسبب في أن منظمة سياج لحماية الطفولة قامت منذ العام 2009 بتنفيذ برنامج يعني متواصل حتى العام 2014 في مناهضة تجنيد وإشراك الأطفال في النزاع المسلح في اليمن. وكانت هناك استجابة من الحكومة اليمنية من الرئاسة اليمنية في 27 نوفمبر 2014
و13 بتوجيه من الرئيس عبد الرب منصور هادي بمنع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، وكان هذا يعني اعترافا رسميا لأول مرة. أيضا كانت استجابة من قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية في حينها علي محسن الأحمر أيضا في هذا الصدد، وكانت هذه استجابة طيبة. وكان توقيع اتفاقية بين الحكومة اليمنية في أبريل 2014 هو يعني الأساس الذي وضع بالفعل بشكل رسمي وبشكل نستطيع أن نقول يمكن البناء عليه لوضع معالجات حقيقية للمشكلة، لكن للأسف أجهض أو توقف لنقول هذا الإجراء، واليوم تم التوقيع في عدن على هذه الاتفاقية كخارطة طريق للحد من تجنيد وإشراك الأطفال في النزاع المسلح في اليمن، وهذه يعني إيجابية تحسب للحكومة اليمنية وتحسب أيضا للمنظمة الأمم المتحدة وللمنظمات التي عملت وفي مقدمتها منظمة سياج، ونقول ذلك ونبارك لجميع الأطفال لأنه وضع هذا الأساس، لكن أمامنا مشوار طويل جدا وطويل جدا من أجل الحد بالفعل من هذه المشكلة ومن أجل ما هي أولى الخطوات التي يجب أن تتم أستاذ أحمد؟ ما هي أولى الخطوات التي يجب أن تتم كخارطة الطريق تم التوقيع عليها؟ اولا يجب ان توضع يعني خارطه الطريق بحيث يتم الشراكه في تنفيذها بين المنظمات الحقوقيه المدنيه وبين الحكومه اليمنيه ومنظمه الامم المتحده من جهه، ويجب ان تركز هذه الخارطه على المعالجات التي يعني من شانها الحد او من شانها سد الاسباب الحقيقيه التي تؤدي الى 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 اشراك الاطفال في النزاع المسلح، ومن تلك الاسباب في الوقت الراهن والتي يمكن معالجتها هو يعني تحسين بيئة التعليم وإيجاد قوانين وإيجاد توعية أيضا فيما يتعلق بالأطفال. مسألة القوانين للأسف لا يستطيع الآن اليمن أن يسن قوانين في هذا الجانب نظرا لعدم التئام البرلمان اليمني، لكن تستطيع الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني رفع الوعي. يجب أن يركز الإعلام بشكل كبير جدا على هذا الجانب، ويجب أن تطبق يعني تدابير احترازية حتى فيما يتعلق ب يعني اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في اليمن. من ضمن التدابير ايضا ان يتم يعني توفير مثلا مصادر لتحسين سبل معيشه الاسر، الكثير من الاسر وخاصه في مناطق شمال ووسط اليمن يعني التي هي الاكثر ازدحاما بالسكان، دمرت يعني اسباب دخلهم واصبحوا نازحين او اصبحوا غير قادرين على يعني تامين سبل معيشتهم، وللاسف الشديد يتم الاتكاء على هذه الجريمه كواحده من أسباب تحسين سبل المعيشة. ربما تتعلل الأسر بأنها اضطرارية، لكن نحن نقول بأن هذه جريمة تمارس ضد الأطفال على أولياء الأمور، التقيد فورا بعدم يعني السماح بذهاب أطفالهم إلى المعسكرات. هناك مشكلة أكبر أيضا وهي غير منظورة، مشكلة أن الكثير يركز على الأطفال الذين يذهبون إلى الجبهات أو يشاركون بشكل مباشر، لكن نحن اليوم أمام وضع كارثي ربما يتهدد أو ربما هو موجود في غالبية مدارس اليمن، وهو تحشيد الأطفال باتجاه العنف وتحشيد الأطفال باتجاه الالتحاق بجبهات القتال، وتوجيه يعني كل المؤثرات التي تؤثر على المراهقين وعلى الأطفال باتجاه يعني العنف، ومن ذلك الأغاني والزوامل وغيرها من الأشياء التي تحفز أيضا الجانب الديني والجانب يعني الجنة والآخرة. هذا الخطاب يجب أن يواجه بخطاب يظهر للناس المأساة التي يعني يتعرض لها الطفل. مسألة أن الإعلام يركز فقط على الجانب السياسي أو على الجانب الحقوق الجاف الذي لا يفهمه المواطن او الذي لا يعني يجذب المواطن، هذه مساله اعتقد بانها بحاجه الى مراجعه هذه السياسه الاعلاميه او سياسه الخطاب الديني في المناطق التي تستطيع مثلا يستطيع الخطباء المساجد ان يتحدثوا عن هذه المشكله. يجب ان يتحدثوا باعتبارها جريمه تمس الاطفال، باعتبارها تحرم الطفل من حياته. لكن هذا الامر استاذ احمد او الاصابه، نعم أتفق معك، ولكن هذا الأمر يعني نعم. ربما الآن الحكومة هي مسؤولة بدرجة رئيسية عن المناطق التي هي مشرفة عليها، خاصة بعد هذا الاتفاق أي ممارسة خارج هذا الاتفاق ستكون محاسبة عليها، لكن ماذا عن الطرف الآخر؟ يعني نسبة كما يعني يقال نسبة الأطفال المجندين من قوام مقاتلي الحوثيين يقدر بنحو 30% وفق دراسة أجرتها مؤسسة وثاق، كيف يمكن التعامل مع طرف لم يوقع أساسا على هذه الاتفاقية ولا يعترف بها، فبالتالي المأساة مستمرة؟
نحن نوجه نداء إلى جميع الذين ثبت بأنهم يمارسون تجنيدا إشراكا للأطفال في النزاع المسلح، سواء كانوا جماعة الحوثي أو غيرهم من الجماعات والفصائل المسلحة، سواء كانت هذه الفصائل تحت قيادة الحكومة أو خارج إطار يعني الانتظام في تحت قيادة الحكومة اليمنية. نحن نناشدهم بالكف فورا عن تجنيد وإشراك الأطفال في النزاع المسلح، وأن يعني يراعوا بأن هذه جريمة لا تسقط بالتقادم ولا بالتنازل، وأنه يمكن ملاحقتهم قضائيا أمام القضاء الوطني والقضاء الدولي مستقبلا لارتكابهم هذه الجرائم. لكن يعني لا توجد صفة إلزامية الآن لجماعة مسلحة، يعني سواء مهما كانت يعني سيطرتها أو مهما يعني أن يتم التخاطب معها، إنما نحن كمنظمات مجتمع مدني لا نملك إلا أن نناشد هذه الجماعات وأن نناشد هذه الفصائل بأن تكف فورا وأن تقوم بتسريح الأطفال وأن تتعاون مع المجتمع الدولي ومع المؤسسات الوطنية فيما يتعلق بتسريح وإعادة تأهيل الأطفال الجنود، لأن مثل هذه الخطوة ستحسب لصالحهم بدلا من أن يظلوا في مربع الملاحقة القضائية الكاملة باعتبارهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم يعني من هذا النوع الذي يمس بشكل مباشر حقوق الطفل ويتعارض بشكل يعني صريح مع يعني قرار مجلس الأمن الدولي يعني القاضي بمنع تجنيد الأطفال وإشراكهم في النزاع المسلح 16/12 لسنة 2005 ميلادية. هذه المشكلة يجب أن يتم الكف عنها فورا، وعلى الحكومة أن تسرع أو كما قلت يعني أن تبدأ بإجراءات يعني عملية لسد الفجوات التي تؤدي إلى تجنيد الأطفال، ومن ذلك يعني تعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية، تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، مع مؤسسات الإعلام المحلية التي من شأنها أن توصل رسالة مؤثرة، مع الفنانين، مع الفئات التي قادرة على أن توصل رسالة إيجابية للمجتمع تجسد المأساة التي يعني يتعرض لها الأطفال عندما يذهبون إلى القتال. يجب أن يتم تجسيد هذا بشكل يعني مؤثر في الأمهات وفي الآباء. نحن نناشد أيضا أولياء الأمور الآباء والأمهات ونقول لهم أن اشتراك أطفالهم في النزاع المسلح كمقاتلين ليست رجولة، ولا تؤدي إلى أن هذا الشخص سيصبح يوم من الأيام يعني له مركز، خاصة ونحن في زمن لا يعترف إلا بالعلم والتعليم. يعني ندعو الجميع إلى أن يعطوا أولوية لتعليم أبنائهم، وندعو الحكومة والمجتمع الدولي والمنظمات أو المؤسسات الإقليمية التي تدعم اليمن في ظل النزاع المسلح وما بعد في مرحلة يعني إعادة الإعمار، أن يولوا عملية التعليم الأساسي والثانوي اهتماما كبيرا ويعني بما يستحق. هذه البوابة، بوابة التعليم الأساسي والثانوي، هي أكثر أسباب المعالجات في تقديري، إذا تم الاهتمام بها من حيث المعلم، يعني من حيث طالما تم الحكومة. اسمح لنا أستاذ أحمد، نعم، أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ وليد الأبارة، مدير عام الدراسات والبحوث بوزارة حقوق الإنسان، عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ وليد. مساء النور والعافية. أهلا بك. اليوم تم توقيع اتفاقية أو خارطة طريق، والتي تعد إحياء لاتفاقية تم توقيعها في السابق في 2014، إيقاف تجنيد الأطفال، والتي تلزم جميع الأطراف احترام جميع الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية. بداية أستاذ وليد، ما هي جدوى هذه الاتفاقية في بلد ما زال يعاني من الحرب ويشهد صراع ولم تسيطر الحكومة كليا على أرضه؟ طبعا مساء الخير لك ولكل السادة المشاهدين. في البدء أود أن أوضح بأن هذه الاتفاقية كان يجب أن يتم العمل بها منذ العام 2014، وكان ذلك ضرورة نتج الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اليمنية حينذاك، نتيجة بالفعل انتشار ظاهرة تجنيد الأطفال وخصوصا خارج سياق مؤسسة الجيش. ولكن للأسف الشديد بعد اجتياح ميليشيات الحوثي الإرهابية لمؤسسة الدولة وأيضا شنها الحرب الاجتياحية على كافة المحافظات اليمنية ودخول المجتمع في صراع مسلح دموي، انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير جدا. اليونيسف والأمم المتحدة للأسف الشديد خلال العام 2015 أو خلال الأعوام 2015 2016 2017 وها نحن على مشارف 2018 تم توقيف هذه الاتفاقية، وظلت وزارة حقوق الإنسان ممثلة بوزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر يحاول إحياء هذه الاتفاقية
على الرغم من كل الصعوبات، والحمد لله اليوم استجابت الأمم المتحدة للمحاولات الوزارة، وأيضا نأمل أن تكون هذه بداية كبيرة جدا على الرغم من كل الصعوبات. ظاهرة تجنيد الأطفال باليمن ظاهرة معقدة ومركبة بشكل كبير جدا. أولا لا يمكن أن نتحدث عن فعالية أو نقول نسميها الاستجابة الوطنية، لا يمكن أن يكون هناك استجابة وطنية ذات فعالية للحد من هذه الظاهرة إن لم تستعيد السلطة سيطرتها أو الدولة سيطرتها على كافة التراب الوطني، هذا من ناحية. ثانيا هذه الظاهرة يرتبط فيها النفسي والديني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي بشكل كبير جدا، وخصوصا الجانب الاقتصادي لأنه ذات تأثير مباشر على ظاهرة التجنيد، فعلاوة على أن هناك ميليشيات تحاول أن تستقطب أكبر عدد ممكن من الأطفال وتستغلهم في هذه المعارك، إلا أن أيضا العامل الاقتصادي هو عامل محفز. هناك الكثير من الذين فقدوا آبائهم أيضا بسبب عسكرة اقتصاد الحرب، أيضا بسبب انقطاع المرتبات، وأعتقد على أن الاستجابة الوطنية غير قادرة بشكل أو بآخر ما لم يتم استعادة الدولة بشكل كلي وإعادة مأسسة مؤسسات الدولة وأيضا استعادة سيادة القانون للحد من هذه الظاهرة. ولكن أيضا الجهود الإقليمية والدولية مهمة في هذا الظرف الحساس بالتحديد. كان هناك مجموعة من الجهود مركز الملك سلمان عبر منظمات المجتمع المدني، رأينا ذلك في مأرب، لكن هذه الجهود لا تزال خجولة ولا تزال غير قادرة على الحد من الظاهرة، ولكنها على الأقل مبادرات إيجابية. أيضا هذا المشروع نأمل أن يقوم بدور كبير جدا وحاسم، لأننا نتوقع في وزارة حقوق الإنسان أنه يجب أن يكون هناك مراكز إعادة تأهيل في كل من محافظة مأرب وأيضا في محافظة تعز في المخا بالتحديد وأيضا في عدن، على الأقل يكون هناك 3 مراكز قادرة على استيعاب أقل حد أدنى 5000 إلى 15000 طفل، لأن هناك أكثر من 18000 طفل تم تجنيدهم. هؤلاء الأطفال يحتاج تعاون كبير ووثيق بين كافة مؤسسات الدولة، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، لأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى إعادة تأهيل نفسي بالدرجة الرئيسية، ويحتاج أيضا أولياء أمورهم أو أسرهم الفقيرة التي كانت الفقر بشكل رئيسي الذي دفعهم إلى الذهاب لجبهة القتال للحصول على ما يسد رمقهم هم وعوائلهم. هذا يحتاج أيضا معالجة كبيرة جدا سواء من الحكومة بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى أن يجب إلزام الحوثيين بدرجة رئيسية بوقف. نعم، كيف سيتم ذلك؟ يعني ما مدى تأثير هذه الاتفاقية على جرائم ميليشيا الحوثي في تجنيد الأطفال؟ ويعني حسب الدراسات أن لديهم 30% من قوام جيشهم هو من الأطفال، كيف سيتم إلزامهم؟ طبعا تجنيد الأطفال يعد جريمة حرب في القانون الدولي والقانون الدولي الحقوقي، وبالتالي الحوثيين هذه جرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم. ما يرتكبه الحوثيين بخصوص تجنيد الأطفال لابد أن له عواقب كبيرة جدا، حتى فيما يتعلق بالسلم السلم الأهلي مستقبلا، حتى فيما يتعلق بعملية السلام حاليا. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك سلام دائم أو سلام يمكن أن يشكل نافذة أمل في المستقبل إن لم يكون هذا السلام قائم على حق إنصاف الضحايا وأيضا عدم إفلات القتلة والمجرمين من العقاب. أي سلام سيتجاوز مسألة تجنيد الأطفال واستغلال الأطفال واستخدامهم كوقود في المعارك سيكون سلام هش، ولا يمكن أيضا أن يحدث أو أن يستطيع أن يخترق سوار المجتمع، لأن المجتمع بدرجة رئيسية لا يمكن أن تتقبل المجتمعات المحلية السلام إن لم يكن قائم على العدالة، وبالتالي المجتمع الدولي بشكل أو بآخر لم يقم بواجبه فيما يتعلق بإنفاذ الحماية القانونية للأطفال. دعني نعم، يعني ما هو تفسيرك لهذه النقطة أستاذ وليد؟ يعني تحدثنا أنه يعني فعلا 4 سنوات توقفت الاتفاقية السابقة، يعني بحسب اليونيسف أيضا فإن 5 أطفال يوميا يقتلون أو يصابون، هذا الرقم ألا يجعله مفزعا بالنسبة للمجتمع الدولي ومنظماته المعنية بالأطفال؟ بالفعل هذا رقم خطير ومخيف جدا، والمؤسف الشديد أن المجتمع الدولي فيما يتعلق بالحوثيين هناك لبس جدا، وهناك ازدواج فيما يتعلق بتطبيق القانون الدولي الإنساني، وهناك ازدواج فيما يتعلق بتطبيق القانون الدولي الحقوقي. رأينا كيف أن المجتمع الدولي تفاعل بشكل كبير جدا فيما يتعلق بجرائم داعش في العراق وسوريا أيضا.
شكل لجان تحقيق دوليه ايضا باشراف الحكومه العراقيه ذاتها، وايضا قام باسناد الحكومه العراقيه بشكل كبير جدا فيما يتعلق بحصر وايضا محاكمه مجرمي داعش. لكن فيما يتعلق باليمن هناك صمت دولي ومواربه وازدواج في التعامل مع الحوثيين. الحوثيين فيما يتعلق بالحمايه الدوليه لم يتم اتخاذ اي قرارات رادعه للحد من قدره الحوثيين على تجنيد الاطفال او على قتل المدنيين او على استهداف البنيه التحتيه وتفجير المنازل، بمعنى الحمايه بمفهومها الكامل والتي ياتي تجنيد الاطفال ضمن او على راس القائمه بعد قتل المدنيين او قتل المدنيين العزل. لم يقم المجتمع الدولي بواجبه كما يجب، وبالتالي استمر الحوثيين باستخدام الاطفال ولا يزال استخدامهم الاطفال حتى الوقت الحالي. والحديث عن الحد من هذه الظاهرة هو أشبه بتشجيع الحوثيين، الحد من هذه الظاهرة في هذا الظرف بمعنى محاولة لتدريب طواقم الحكومة لتقديم المشورة الفنية واللوجستية، تقديم بعض الخبرات في هذا الجانب، مساعدة الأجهزة القيام بدورها وإعادة مأسستها، تثقيف او التثقيف الحقوقي للمؤسسات، عمل او مساعده عمل مشاريع بالشراكه مع منظمات المجتمع المحلي وايضا وزاره حقوق الانسان لتوعيه المواطنين. ولكن ايضا فيما يتعلق بالظاهره ايضا لابد ان تكون هناك جهود سواء للاحزاب السياسيه لمنظمات المجتمع المدني. نعم، يعني العمل لابد ان يكون تكامليا من جميع الأطراف حتى يتم توقف هذه الظاهرة السلبية. شكرا جزيلا لك وليد الأبارة، مدير عام الدراسات والبحوث بوزارة حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. إذا عودة إليك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يعني كثير من النقاط وضعها الأستاذ وليد، ربما أتوقف معك في مسألة يعني عدم اهتمام المجتمع الدولي فعليا بما يحدث في اليمن. 4 سنوات تتوقف فيها الاتفاقية، لنقل في السنة الأولى من الحرب كان هناك إشكاليات، ولكن هذه الإشكاليات أدت إلى تفاقم الظاهرة التي كان عليهم يفترض المسارعة في وضع الحلول. لماذا برأيك؟ بالنسبة للحلول لمشكلة متفجرة بهذا الشكل، مشكلة يعني اجتماعية تمس يعني نصف سكان اليمن تقريبا الذي هم دون سن 18، لا أعتقد بأن من السهولة الشروع في معالجتها في الوضع الذي كانت فيه البلد في الفترة الماضية. نحن نعلم بأن البلد بأن الحكومة الشرعية حتى يعني وقت قريب ربما إلى أقل من سنتين لم تكن قادرة على أن تقيم في عدن مثلا أو أن تتحرك في أي منطقة. المحافظات كانت يعني تحت سيطرة جماعات وفصائل مسلحة ولم تكن للحكومة قدرة على أن تمارس دورها. هناك أيضا إشكالية الوضع الإنساني فيما يتعلق ب مسألة الغذاء، مسألة المأوى، مسألة يعني المشاريع التي ركزت عليها المنظمات الدولية بشكل كبير والمنظمات الوطنية أيضا. هناك إشكالية فيما يتعلق باستجابة المواطنين، يعني ما هي الصفة أو ما هي الآلية التي يمكن أن يتم تطبيقها في ظل وضع يعني الحكومة ليست لا تبسط سلطتها على البلد، يعني كيف نستطيع التصرف؟ نحن كمنظمات مجتمع مدني على سبيل المثال، وأنا أتحدث عن منظمة لحماية الطفولة، يعني لدينا رؤية فيما يتعلق بتسريح وإعادة تأهيل الأطفال الجنود بما يتوافق مع يعني مبادئ باريس الخاصة بهذه المسألة، وأيضا بما يتوافق مع طبيعة المجتمع اليمني واحتياجات المجتمع اليمني. وقد أعددنا هذه الدراسة، ويعني على استعداد للمشاركة مع الحكومة ومع مختلف الفاعلين الدوليين والإقليميين في الحد من هذه المشكلة. نحن نقول بأن مشكلة بهذا الحجم وبهذه الضخامة ليس من السهل أن يتم القضاء عليها اليوم. مثلا يعني وزارة الدكتور محمد عسكر يعني حققت إنجازا جيدا بأن أعادت الحياة إلى الاتفاقية التي وقعت في العام 2014، لكن أمام الوزارة والوزارات الأخرى ومنظمات المجتمع المدني يعني مشوار يعني طويل يجب أن يكون محفوف بقدر كبير من التخطيط ومن التنفيذ الدقيق. يجب أن
حملتوا له هذه المسألة يعني اهتمام كبير فيما يتعلق بمعالجتها من خلال سد الأسباب التي تؤدي إليها. أما مسألة فقط يعني التركيز على الجانب الإعلامي فقط هذه ليست لن تؤدي إلى نتيجة. أيضا الحكومة بمفردها وفي ظل وضعها الراهن لن تستطيع أن تعمل شيء. يجب أن نكون يعني واقعيين، يجب أن تكون الحكومة أيضا يعني جزء من شراكة متكاملة مع جميع الفاعلين سواء الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية أو الوطنية، وأن يكون هناك برنامج وطني متكامل يعني قادر على أتمنى أن تكون رسالتك قد وصلت، حلول مباشرة للضحايا. نعم نتمنى ذلك أستاذ أحمد القرشي، شكرا جزيلا لك رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. ونذهب إلى القاهرة عبر الهاتف مع الدكتورة أنجيلا سلطان المعمري، أستاذ مساعد الصحة النفسية في جامعة تعز وناشطة في المجال الإنساني والمدني. مساء الخير أستاذة أنجيلا. دكتورة أنجيلا. مساء النور أستاذة آسيا، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. إذن ظاهرة خطيرة متمثلة بتجنيد الأطفال وأصبحت حاضرة بقوة في الحرب، ربما دفعت بعض الهيئات والجهات للوقوف أمام هذا الأمر، منها وزارة حقوق الإنسان التي أحيت اتفاقية إيقاف تجنيد الأطفال التي تم توقيعها في 2014 بين الحكومة اليمنية واليونيسف أيضا. ما جدوى مثل هذه الخطوة برأيك؟ بداية نشكركم على هذا الموضوع واستضافة ضيوف من مختلف الاتجاهات لتثري الموضوع. التوقيع على الاتفاقية اليوم والتي كانت قد أعلنت في 2014 أعتقد بأنها بادرة جميلة ونكمل هذا المجهود أو الجهود الجميلة. نحن عندما نتكلم عن ظاهرة التجنيد فإنها لا تعني فقط المرحلة الحالية فقط، ولكن نرى إلى ما بعد ذلك أو إلى خطط استراتيجية قادمة لهؤلاء الأطفال. مجتمع الأطفال مجتمع يجب أن نتعامل معه بحذر وأن نكون على علم ويقين بأهمية وخطورة هذه الفئة من عدة نواحي، من ناحية نفسية، جسدية، اجتماعية، فكرية، عقائدية. الأطفال طبعاً إحنا نعرف إنه في الحروب والنزاعات هم أكثر عرضة لهذه التأثر وأكثر من يكونوا ضحايا لمثل هذه النزاعات. وكما أعلنت الأمم المتحدة في العام الماضي وتحققت من أرقام وأشارت إلى أنه لا يقل عن 1467 طفلاً في اليمن في خصوص التجنيد، واتهمت جماعة الحوثي في الوقوف وراء ذلك. وأنا أقول بأن الأرقام هذا في تزايد كبير، وهذه كارثة، قنبلة موقوتة يجب أن نتعامل معها بحذر. الاتفاقية هذه قد تساعدنا في الحد من ازدياد الانضمام أو الأرقام عن تزيد بشكل سلبي. سلبي، وأن نتدارك الموضوع ونعالجه بالطرق النفسية السليمة التي قد تساعدنا على بناء مستقبل لهؤلاء. نعم، كيف يمكن ذلك؟ كيف يمكن تفعيل ملف الدعم النفسي بالذات يعني بشكل أساسي وسريع، خاصة الأطفال الذين يتم القبض عليهم في مختلف الجبهات، شاهدوا مناظر يفترض لا يشاهدها من هم في سنهم، تعرضوا لعنف جسدي ولفظي ومورست عليهم ضغوط شتى، كيف يمكن معالجة هذا الأمر دكتورة؟ أستاذة آسيا، الأطفال عندما يذهبون للتجنيد نحن نعرف بأن هناك انتهاك يتعرضون له من جانب لا نخفيكم، يعني سنكون صريحين بأن هناك يحدث انتهاك جسدي، عقلي، جنسي، فكري. وهذه في مجمل هذه الانتهاكات يكون لدينا شخصية معاقة مريضة نفسيا وعقليا. يجب أن نتعامل مع هذه الضحية بشكل إيجابي من خلال تفعيل ملفات الدعم النفسي بشكل وطني مجتمعي، بحيث نستطيع أن نتفادى هذه المشاكل ونقلل من الأثر النفسي. لأنه كما تعلمون عندما نتكلم عن مخاطر نفسية لقضايا مثل هذه القضايا الحساسة فلا يعني بأننا سنكتفي أو سيكون أثرها السلبي فقط على المنطقة المحلية كاليمن فقط، ولكن يجب أن يتداركوا الموقف وأن يعلمون بأن الآثار السلبية مثل هذه الظواهر تمتد
نعم، ما هي أبرزها؟ ما هي أبرز هذه الآثار دكتورة أنجيلا؟ الآثار، نحن كما نعلم أن الأطفال عندما يتعرض لهذه الانتهاكات تكون عندنا لدينا شخصية عدوانية، شخصية قابلة للإرهاب والتطرف فيما بعد. تجدون كما نشأت عندنا لدينا جماعات القاعدة وداعش وخلقت، فهي أتت من هذه البيئات الخصبة للتلوث الفكري والنفسي. فهنا نحن نحذر من خطورة هذه الكارثة التجنيد، وأن يعاد الأطفال إلى أماكنهم الطبيعية في المدارس. هنا في سؤال يطرح نفسه، عندما نتكلم عن هذه المشكلة فإننا نؤكد على ضرورة أن تكون الأمم المتحدة هي من تتكفل بعملية إيجاد مراكز دعم للدعم النفسي والمساندة وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع، وأن لا يكون أطراف النزاع والصراع هي القائمة بهذه العملية النفسية، لأنها هي سبب في حدوث مثل هذه الكوارث. ثانيا وأهم شيء، أن يكون هذه الفكرة أو تبني الفكرة في إيجاد مراكز الدعم النفسي أن تكون وفق خطط استراتيجية يقوم بها المختصين والخبراء في علم النفس، علم الاجتماع، وأن يساعدهم أو يشاركهم المتخصصون في الحقوق. بعد ذلك يأتي عملية بناء أو إيجاد فريق وطني مؤهل بأهم التقنيات والآليات الحديثة التي تتواكب مع متطلبات الحالات النفسية والاحتياجات الذاتية لهؤلاء الأطفال مع تطور العالم والتكنولوجيا والأساليب المختلفة. كذلك ألا يقتصر أو تقديم هذه الخدمة على مناطق دون مناطق أخرى، فالحرب كانت شاملة وعامة ودخلت أو زي ما نقول وصلت إلى كل بيت وكل دار، فيجب أن تتوفر هذه الخدمة على مستوى المحافظات وأن تكون نعم هذا ما نتمناه، خاصة بعد يعني ربما وضع الحكومة قدمها على أولى الخطوات في تنفيذ هذا الملف وحمايته أيضا. شكرا جزيلا لك دكتورة أنجيلا المعمري، أستاذ مساعد الصحة النفسية في جامعة تعز وناشطة في المجال الإنساني والمدني، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. وينضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب الأستاذ عمار زعبل المسؤول الإعلامي في مشروع إعادة تأهيل الأطفال بمركز الملك سلمان. مساء الخير أستاذ عمار. مساء الخير أستاذ آسيا، أهلا بك. إذن تجنيد الأطفال وأرقام مفزعة تحدثت عن أعداد كبيرة من هؤلاء الأطفال الذين تم تجنيدهم من قبل ميليشيا الحوثي، حدثنا عن معطياتكم أنتم الأطفال الذين يصلكم للمركز، كم عددهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحن في مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن، بدأنا قبل عام تقريبا في 1 أغسطس 2017. عملنا إلى اليوم طبعا بدعم وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، نحن شريكه المحلي مؤسسة وثاق التوجه المدني. عملنا إلى اليوم على إعادة تأهيل 321 طفلا مجندا ومتأثرا بالحرب في اليمن. كرقم دقيق 220 طفلا هم من كانوا مجندين لدى جماعة الحوثي تجنيدا قصريا، والبقية متأثرين تأثيرا مباشرا بمؤثرات الحرب المختلفة، ومنها الألغام والعبوات الناسفة أو قذائف المدافع وغيرها من مختلف المحافظات اليمنية. حالة الأطفال في اليمن مروعة ومؤسفة جدا، نتيجة لعديد من الانتهاكات
التي تعرضوا لها وما زالوا يتعرضوا لها في هذه الحرب الجائرة التي أخذت منهم مأخذا كبيرا وأصابتهم بصدمات كبيرة. ففي مثل هذا البرنامج الذي نعمل عليه وهو إعادة تأهيلهم تأهيلا نفسيا واجتماعيا بالإضافة إلى تأهيل تعليمي، لأن الكثير منهم للأسف الشديد انقطع انقطاعا تاما من المدرسة، فنحن نكون عاملا مساعدا لكي يعودوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، وأول ذلك عودتهم إلى المدارس. نعم، إلى أين يذهبون هؤلاء الأطفال؟ أسرهم أين هي؟ كيف يتم التصرف مع هذه النقطة؟ نحن طبعا من شروط قبول الأطفال لدينا في البرنامج موافقة ولي الأمر، فنعمل على أن تكون الأسرة قريبة من مدينة مارب، إما بالمحافظات المحررة خصوصا محافظة الجوف التي استهدفناها استهدافا كبيرا، وأيضا مخيمات النزوح التي نزح إليها الكثير من اليمنيين خصوصا من محافظات عمران وصنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. طبعا هؤلاء الأطفال نجوا بشكل أو بآخر، إما هروبا من المواقع العسكرية بمساعدة أهاليهم وغير ذلك. من شروطنا أن تكون موافقة ولي الأمر هي شرط أساسي، أيضا رغبة الطفل على التجنيد، فنحن نعمل على التأهيل النفسي الاجتماعي، لا نتدخل أبدا بالقناعات الفكرية أو الطائفية التي غرسوا فيها. نحن برنامجنا برنامج تحبيب الحياة للطفل الذي كان قد فقد كل معنى من معاني الحياة أو الاستمرار عليها نتيجة لقساوة الانتهاكات التي تعرض لها. فالشرط الأساسي هو الأسرة، ونحث أيضا المنظمات التي تعمل على إنقاذ الأسرى وإرجاعهم أو تسليمهم ألا يتم تسليمهم كما تم من قبل. هناك عدد من الأطفال الصغار ممن تم تسليمهم إلى السلطات بعد ذلك الصليب الأحمر سلمهم إلى أهاليهم بالمحافظات المحررة، لكن كما قالت التقارير بأنهم لم يصلوا إلى أهاليهم، بل تم زج بهم مرة أخرى إلى جبهات القتال، وهذا ما نريد أن نتلافاه بأي عملية تبادل أو تسليم للمجندين الصغار. نعم، حين يتم استقبال فوج جديد أو وفد جديد من هؤلاء الأطفال، كم تستمر عملية التأهيل حتى نستطيع أن نقول أن هذا الطفل أصبح مؤهلا نفسيا للخروج لممارسة حياته بشكل طبيعي؟ البرنامج يقوم على شهر كامل، يتلقى فيه الطفل إلى برنامج مكثف من قبل الاختصاصيين وخبراء في المجال النفسي والاجتماعي والتعليمي. يظل التدريب أو تظل المراقبة عليهم خلال 24 ساعة في المركز، أي لا يخرج نهائيا إلا من أجل الرحلات الترفيهية والمساحات المفتوحة التي يقوم بها المركز. فبالطبع أن المدة قليلة لكنها تعمل لديهم تأثير كبير كما لاحظنا ذلك من خلال تعاملنا مع الأطفال الذين يأتون إلينا وهم غير راغبين، بعضهم يأتون إلينا غير راغبين بإعادة التأهيل أو التدريب، لكنهم في الأيام الأخيرة يرفضوا رفضا كبيرا بأن يغادروا المركز للاهتمام الكبير الذي يلاقوه، وأيضا ممارسة النشاطات التي لم يمارسوها من قبل، يحسون أنهم عادوا إلى طفولتهم من جديد بممارسة هذه الأشياء واكتشاف المواهب لديهم ما بين الرسم والغناء والفن وأيضا ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة. نعم، جميل. إذن يعني هؤلاء الأطفال في بعد أن يتم تأهيلهم في هذا البرنامج، هل تتابعون هل التحقوا بالمدارس أم لا، أم أن الأمر لا يقع عليكم؟
يقع علينا أن نظل في المتابعة المستمرة لطيلة 4 أشهر لكل دورة من دورات الأطفال. لدينا مختص بهذا الأمر بأن يعمل على التنسيق مع كل المدارس التي يتم إلحاق الأطفال بها بالصفوف التي يتسرب منها قبل 4 سنوات أو 3 سنوات وغيرها، يتم إلحاقهم بالصف الدراسي الذي تركوه، وتتم المتابعة لمدة 4 أشهر ومتابعة أيضا ولي الأمر ومدى استجابة الأطفال للبرنامج التعليمي الذي تكون عنده الرغبة كبيرة جدا بأنه يعاود الالتحاق بالمدرسة. وهذا الأمر مهم جدا، نريد أن نحث القائمين على العمل الإنساني في اليمن وعلى الحكومة الشرعية أيضا بواجب أو بتوفير الحماية ودور الإيواء للأطفال الذين يتعذر العودة إلى أسرهم أو إحضار أسرهم إليهم هنا في مدينة مأرب، لأن للأسف الشديد هناك من الأطفال من عملنا على إعادة تأهيلهم يعيشون مع أحد أقربائهم هنا في مأرب، لكن ليس في بيت إنما في أحد المعسكرات أو في غير ذلك، وهذا أمر شديد ونحن نعاني منه ويعاني منه الأطفال الذين يتواصلوا معنا إلى الآن من أجل إيجاد حل لهم. فواجب الحماية وواجب الإيواء اليوم على الحكومة أن تضع مثل هذه المشاريع على المنظمات الدولية العاملة. نعم، يعني ألا يوجد مشاريع مشابهة اليونيسف التي وقعت؟ نعم، ألا يوجد مشاريع مشابهة لما تقومون به في بقية المناطق المحررة؟ نحن نحتاج إلى أن يتوسع هذا المشروع. نعم. وأن توجد مشاريع أيضا موازية له أو مقاربة للاهتمام بأطفال اليمن في كل المحافظات، سواء المحافظات المحررة أو المحافظات غير المحررة، فالطفل يظل هو طفل كل اليمنيين. وعلى المنظمات العاملة في هذا المجال أن توجد برامج إعادة تأهيل الأطفال سواء كانوا ذكورا أو إناثا، فأغلب أطفال اليمن تعرضوا للصدمات النفسية نتيجة لهذه الحرب المستمرة. برنامجنا كان نوعيا بالفعل، لأنه غالبا في أكثر الدول أن تكون هذه البرامج بعد انتهاء الحرب، لكن برنامجنا أنه جاء وما زالت الحرب مستمرة وما زالت الانتهاكات على أطفال اليمن سواء في التجنيد أو غيره من الانتهاكات تتوالى عليهم. فمن المفترض أن يتم عمل برامج مشابهة لهذا البرنامج النوعي، البرنامج الإنساني الذي يشكر عليه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتشكر عليها أيضا مؤسسة وثاق للتوجه المدني التي أبدعت والتي أيضا اليوم لديها صارت خبرة كبيرة في هذا المجال، أعتقد أكبر مؤسسة في مجال المهتمة بالعمل المدني في اليمن بشكل كامل. نعم، إذن يعني الأرقام التي ذكرتها أستاذ عمار، يعني 321 طفل مقارنة بالأعداد المهولة التي تم يعني إلحاقهم بالتجنيد الإجباري، كيف يمكن موازاة هذا الرقم مقابل فاجعة حقيقية لأرقام يعني ربما غير مستوعبة من الأطفال الذين تم الزج بهم في حرب لا شأن لهم بها؟ نحن في مشروع إعادة تأهيل الأطفال ومن خلال الرصد الذي لدينا معنا أكثر من أو برقم دقيق 4500 طفل مجند من مختلف المحافظات اليمنية وخصوصا محافظات حجة وعمران ودمار والحديدة. لكن نعمل في المشروع على أن نستوعب 80 طفلا مجندا ومتأثرا خلال 4 أشهر، أي بكل دورة أو بكل شهر نستوعب 27
طفلا مجندا، فاستيعاب الأرقام أكثر من ذلك يحتاج إمكانيات أكبر ويحتاج طواقم عمل أكبر، وهذا ما سنعمل عليه في المرحلة القادمة أيضا بدعم من وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويجرى العمل على ذلك. نعم، ونحن نشد على أيديكم ونتمنى لكم التوفيق وأن تلتفت الحكومة لمثل هذه المشاريع وتقوم بتوسعة مشروعكم. شكرا جزيلا لك عمار زعبل المسؤول الإعلامي في مشروع إعادة تأهيل الأطفال بتمويل مركز الملك سلمان. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.